أعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ جاهزية منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة. وحول هذا الموضوع أكد سعادة اللواء ماهر بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن إدارة المنافذ على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار القادمين إلى المملكة والمغادرين منها خلال إجازة عيد الفطر، لا سيما بعد توقعات بعودة حركة السياحة إلى طبيعتها بعد رفع قيود السفر بسبب جائحة كورونا. طبعا اتخذت الإدارة العامة لأمن المنافذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لتسهيل حركة المسافرين خلال فترة إجازة عيد الفطر السعيد في جميع منافذ المملكة، وذلك من خلال التنسيق المسبق مع كافة الجهات والأجهزة العاملة بالمنافذ لتسهيل حركة القادمين والمغادرين على مدار الساعة. طبعا من ضمن الاستعدادات وأبرز الاستعدادات التي تم اتخاذها لتوفير الأمن والسلامة العامة وتقديم التسهيلات لضمان انسيابية حركة المسافرين، كانت هي تعزيز المنافذ بالكوادر البشرية الإضافية، استيعاب كثافة حركة المسافرين، فتح جميع مسارات التفتيش في المغادرة بالمنفذ الجوي، تسهيل الحركة المرورية للمركبات في الوصول والمغادرة بالمنفذ الجوي، كذلك تكثيف عدد الدوريات الراجلة والراكبة بجميع منافذ المملكة، وزيادة عدد أفراد شرطة خدمة المجتمع لتقديم الدعم والمساندة للمسافرين